شاسع ديما ديبانو به مشكله كبيره. مدرسه ما كانش هنا لازم نروحوا لعين المكان ونسمعوا المواطن الذي يعيش المعيشه الضنكة هذه. بعض من القرارات تم اخذها وراهم على وشك بعض المشاريع على وشك الانطلاقه. بارك الله فيهم ربي يعاونها. كما الكهرباء ستنطلق وكذلك ضمنوا لنا باللي ان شاء الله في اجال قليله قريبه ان شاء الله ستنجز. اذا هذا مشكل تحل. الماء فيه عملية اللي ربما تطلب شوية وقت ولازم تمويل، راح نحطوها كأولوية الأولويات. إذا لازم يجيو على اعتمادات هذه نوعا ما تطول شوية إلى غاية أن تنجز لإنهاء المشكل بصفة دائمة. إذا واش يديروا؟ لازم يلقاو الحلول اللي تمكن تمويل المواطنين بهذا بالماء هذا، شيء ضروري للحياة.